انا بس عايز اقول لك نقطه يا كابتن محمد، اتفضل. نحن هنرجع يوم 15 بالليل الساعه 11 بالليل، ولجنه المسابقات ورابطه الانديه حاطين لنا ماتش يوم 17، فدي برضو احنا كنا بنتكلم مع الكابتن عامر وبعتنا رسمي ان احنا مش هنقدر بعد اقل من 36 ساعه العب ماتش. ده ما يعقلش ان انا عندي ارجع يوم 15 بالليل والعب 17، وبعد كده عندي ماتش في افريقيا 20، وبعد كده ماتش في الدوري يوم 23. ده انتحار، مش لا يعقل ان انا اقدر العب كل ده. اه ده اللي خايفين منه السنه دي من الموضوع ده، لان طبعا المعروف طبعا بالنسبه للمباريات الافريقيه ان هيبقى في مسافات طبعا طويله وامور هتبقى صعبه بالنسبه للطيران، وطبعا الفرقه ترجع تلعب بعديها زي ما انت بتقول حضرتك كده يمكن باقل من 48 ساعه تقريبا انك تلعب ماتش، وبالتالي طبعا الامور صعبه. لكن حضرتك بتوصل طبعا مش صوت حضرتك وصوت النادي المصري بالنسبه ل احنا في مهمه وطنيه بنلعب باسم مصر. صحيح. في مهمه وطنيه بنلعب باسم مصر، ومحتاجين الدعم الكامل من رابطه الانديه ومن اتحاد الكوره. يمكن انا كلمت مع كابتن حازم امام، وكلمت مع ثروت سويلم، مع العميق مع اللواء ثروت سويلم، وكلمت مع الحاج عامر حسين. لا لازم يكون في، احنا كده ولا كده الدوري هيقف 9/3. انا عندي زي ما قلت كده احنا هنلعب ماتش المفروض 20، وبعد كده 23 دوري، هسافر 24 للكونغو العب ماتش يوم 27، المفروض ارجع تاني العب في الدوري. طب ما انا الفرقه عندي سكواد، بس طبعا مع ضغط المباراه دي وسفر افريقيا، انت عارف سفر افريقيا متعب قد ايه. طبعا طبعا. وظروف الطيران مش دايما بترجعني تاني يوم، يعني زي المره دي انا مش هقدر ارجع تاني يوم لظروف طيران مصر. الطيران بتيجي رحلتين بس في الاسبوع، فبتاخر يوم غير اللي انا عندي طيران داخلي. فلازم يكون المواقف دي مقدره بشكل كبير، سواء من رابطه الانديه او من اتحاد الكره، عشان نقدر نكمل ونقدر نادي مباراه فريق باسم مصر. ان شاء الله ترجعوا بس بالسلامه ان شاء الله منصورين يا استاذ عمار وحسن واستاذ حسن، واحنا ان شاء الله تعمل كل اللي انت عايزينه، بس ان شاء الله ترجعوا منصورين، ان شاء الله الامور تبقى ماشيه مع النادي المصري بامر الله. ان شاء الله نبارك لكم ان شاء الله. استاذ حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري بورسعيدي. هي بس اقول لكم بكره